صفات المجاهد. إن المجاهد الحقيقي عند الله هو الذي يقاتل في سبيل الله وتحت راية الحق بقيادة الإمام المعصوم أو من ينوب عنه. إن المجاهد الحقيقي هو الذي يقوم لله وينفي ما عداه من نيته وغايته، فالدفاع عن الأهل والناس والوطن ينطلق عنده من طاعة الله والإخلاص له. إن المجاهد الحقيقي هو التقي الذي يراعي حدود الله في الأموال والأعراض والأنفس. المجاهد الحقيقي هو الإنسان الفاعل المؤثر المضحي لا لشيء من حطام الدنيا وأهلها الغافلين، بل طاعة لله وشوقا إلى نيل رضوانه.